قولوا ما شاء الله يا ربع، ماثر الجبر ما شاء الله. هذا حق القاد فاضل، شوفوا كيف رأيك ما شاء الله. شوفوا الداخلية، هذا تانكي هنا ما شاء الله. شوف الداخلية ما شاء الله. وهدا له الجموس ما شاء الله تبارك الله. اوه حلوة الصورة هذه. شوف الدرايفر نفس الخط بالضبط. شوف البيوك، شوف الشفر ما شاء الله تبارك الله. شوف اللون الداخلي البيوك ما شاء الله يا ربع. يا الله اللون ذا قديم يا ربع، خشبي وفوق ازرق ما شاء الله. شوف 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 البي، شوف اللون يا ربع ما شاء الله. محطة محطة صحيحة هي مول في امريكا، اهم شيء الزيت توسيت ما شاء الله. شوف الاربيم يا ربع ما شاء الله ما شاء الله، شكرا الله يا ربع. شوف 2008 ما شاء الله. هذا اهل الكوابرس، هذا في البرج انا ما شاء الله. شوف شوف التواير، لا ما شاء الله. هذا هذا محبين واد. اوه ما شاء الله ما شاء الله. ولين يا ربع ما شاء الله. حتى الدبابات كلاسيك يا ربع ونعم والله ما شاء الله ما شاء الله. حتى الدبابات كلاسيك ها. شوف ترى صدق هذا البريد السعودي. هذا؟ ايه البريد السعودي؟ ايه هذه دبابة الحس، هذه حقة الماي وزارة الماي. ساري الليل، ساري الليل، ساري الليل كاتبها كنا العيون الكحيلة. سكر كب البرية؟ البريد السعودي سكر كب البرية ورموش الجوارح وهجر ربع. هلا والله ما شاء الله يبارك في حلاله. هذا الجبر هدلنا ذي مغرج على خط الرياض نطلع الحين. اخبارك اخبارك ولا كذا كذا. يلا روح قدام اركب اركب والله كل ما طاح يا ولد. الا رمله قويه بنوقف قدام شوي. الارضيه زين الرمله زينه هناك. ابشركم وقفنا لا رمله ولا شيء، حجاره شوي على خفيف مضبوط. ها الجبشه هذا هو علومة طيبة، وهذه مكينته دائما شغل عامري. هذا الكلتش
وهذا كله وصف أمريكا كالكس مكلاود اللي يعرفونه هلا مسكر كان ودي نفتحهم وياه شوف كم طبقة أي طبقتين دبل دينامو والدينامو ما شاء الله هذا كله أمريكا تو وصف هذا كنت وهذا غطاء للأسعار هذا غطاء يجيك هنا الجم بس بصبغ ازرق ايش رايكم خيط نفس اللون ذا ولا خليه احمر طبعا احنا اول ناس نركب هالماكينه واخونا من جده بعد اخونا الشهري ركبها احنا اول اثنين خلاص العالم بيدفن الاس 1 والاس 2 والاس 3 سوالف هذه خلاص ما في الا ها المهم الاس اي نجربها ان شاء الله هذا ما ترفع له الشهري ما شاء الله تبارك الله يا شباب نجددها من اول شيء لاخر ما شاء الله تشوفون عاد بعدين موتره ما شاء الله تبارك الله توالت والشغل ما شاء الله كيف حال كويس ام بكر الجيل والشغل ما شاء الله طبعاً باقي بشياته هو الحليبي ما شاء الله شغل عبد الله ليش حاطين هذه العلبة ما غيرتوها كلتش ماني بقيت هو كذا ما شاء الله حطيت شوية فلتر وقالة ايه شوف انا بعد الفلتر غير هو عد طلبة بس ما شاء الله عندنا بالشرقية ما شاء الله هذه صفقة مش عارف وضح مرحة مخلية تذكرون كان نازل جددنا كل شيء تشوفونه هذا كل شيء ما شاء الله الضبط الماكينة أهم شيء الضبط جنبيناتها وغرامها وكل شيء ما شاء الله طبعا هذه ماكينة القديمة 454 بيج بلوك لكن نغيرها نحط هذه الجديدة أفضل من أمريكا جايبينها بس ناخذ الوف ان شاء الله قريب